السلام عليكم. اليوم نعود إلى ملعب عنابة لنقف على مدى استعداد ملعب عنابة لاحتضان المقابلة الودية نتاع الفرق المحليين يوم 17 من هذا الشهر. إذن ونشوف باللي يعني كل شيء راه واجد، يعني في أتم الاستعداد للتجارب على اللوحة الاشتعارية، وكذلك وضع الإشارات نتاع الإشهارية نتاع لاناب في نتاع المنظمة نتاع الكاف على مستوى المدرجات، واكتمال عملية عوض الكراسي في كل الأجزاء الأرجاء نتاع الملعب. شيء يعني على حسب الصور الملعب رائع، ما يبقى إلا السقف، يخص السقف. إن شاء الله يكون فيها خير، والسلام عليكم.